الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من الصندوق. حلقة سعيد جدا خلالها يكون ضيف معي الكاتب الصحفي الكبير طاهر ساتي. يا مرحبا بك أستاذ طاهر، وشرفتنا كثير ونورتنا الليلة في الصندوق. يا مرحبا بك، وبرحب بالمشاهد الكريم، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن نقدم حلقة ترضي المشاهدين إن شاء الله. الله يديك العافية. طبعا أنت أستاذ وعندك سيرتك الذاتية الناصعة البياض، وعندك حضورك الطاغي وعمودك إليكم، العمود المؤثر يعني جدا في الساحة السياسية والساحة الاجتماعية وحتى في أحيانا الرياضية، يعني في تدخل كده عندك دخلات خشنة كده في الرياضة برضو يعني عندك الحاجات دي كلها. فنحن بطبيعتنا بنقول دائما الضيف بتاعنا المعرف لا يعرف، عشان كده نحن ما عرفنا كثير، بنختار نعرف بالفكرة بتاعت البرنامج بتاعنا للضيف وحتى للمشاهد عشان يكون هو على دراية بالقصة دي. تمام؟ فالصندوق بشكل عام هو صندوق حياتك. صندوق حياتك بكل ما فيها، يعني مش كل ما فيها، يعني الغالبية العظمى يعني من الحياة بتهم الناس، معارك، اتهامات، مواقف، ذكريات، حاجات كثيرة جدا جدا. فخلينا نحن نقوم نفتح الصندوق ده ونتجول فيه نشوف الحاصل شو. على بركة الله. على بركة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الصندوق 6 غرف، مكون من 6 غرف. الغرفة الأولى زي صندوق الساحر. الغرفة الأولى قدامك دي الأسئلة. دي ممكن ترفع أي من الكاميرا. دي الطباشير دي. أنا قاعد طباشير كويس. دي أسئلة. دي كلها أسئلة. ثلاثة قوارير بتاعت أسئلة. يعني. بعدين بنختار منها اللي عايز تبدأ بها يعني. كويس. جنبك طوالي وديل شنو ديل؟ دي مناديل لو في تلاف اي وقت، في حبوب بنادول برضو كويس. الله لا حول ولا قوة الا بالله، حوينا لعوديل جنبك هاي لما اشيل لك بالدور دي حبوب بنادول، في مذبحة الكترونية برضو، سبحة الكترونية لو عايز تسبح كويس ولا كده. دي حلاوة كويس. حلاوة دي بعدين بشيلها معايا كويس. دي السبورة بتاعت الفاصل. سبورة الفاصل دي تعالي تطلع فاصل في اي وقت بتشيل، تكتب الطباشير دي فاصل. انا اللي اطلع لو داير تطلع في اي وقت. اوكي انا عايز اطلع برضه بستاذنك بشيل السبوره وبطلع بيها فاصل. تمام جميل. هنا دي الغرفه المحببه للضيوف اللي هي دي غرفه الوسائل المساعده. كويس. عندنا دي الكره البلاستيكيه بتاعت التوتر. اذا حابب تاخذها من البدايه انا ممكن تاخذها تخليها معك. أيوة. توتر انت يعني. كويس. تمام. في الفانوس السحري. الفانوس السحري ده بيحذف لك اجابه، بيحذف لك سؤال عفوا بصوره مباشره يعني. جميل. تقول بستخدم الفانوس بنحذف لك السؤال. جميل. تمام. عندك كرت الاحتراف. ده برضو وسيلة مساعدة، لكن بتستخدم الكريت ده لو استخدمته في الصندوق هتدينا احتراف للبرنامج لأول مرة. هنحذف لك السؤال برضو الثاني. كويس. تمام؟ كويس. آخر حاجة عندنا النرد أو الزهر ده. ده برضو مجموعة بتاعت أسئلة مفتوتة هنا. أنت وحظك بعدين هنلعبها في ظهر الصندوق في آخر حاجة. جميل. تمام؟ مبدئيا كده رأيك شو ممكن في القصة؟ جميل ممتاز. كويس ما متوتر؟ لا لا لا. تمام؟ اديك حلاوة؟ بعدين طيب بعد الحلقة بشيلها معي. طيب. عندك ثلاثة قوارير، اختار لنا قارورة نبدأ بها. من دي؟ اختار اللي بتعجبك. اتفضل. دي؟ طيب افتحها. اديني انت بيدك، خليها جنبك، خليها فاتحة جنبك كده بس. كويس، خدتها هنا. وديني بس عادي. ديك السؤال؟ ايوه. اتفضل. بسم الله نبدأ. على بركة الله. خط عدد من المعارك مع زملاء صحفيين. تلك المعارك التي خلعت فيها ثوب الاحترام وظهرت بثوب مغاير تماما. في معارك يعني صحيح. طلعت من ثوبك تماما. صحيح. وكان عندك مفردات عجيبة جدا، وصفت ناس بأوصاف لحد الليلة ماسكين لون ما حنسمي، لكن انت وصفت ناس ماسكين لون. قصة شنو؟ طبعا البدايات دائما فيها الحماس وفيها التطرف، و وبداياتنا كانت للأسف صاحبت يعني ظروف اقتصادية، ظروف سياسية، مساحة الرأي فيها كانت صغيرة جدا، وكانت الساحة السياسية والمناخ العام كان مشحون ومتوتر. في ظروف زي دي القضايا العامة بتنحرف لما السجال يحتد. وأنا فعلا يعني في البدايات دخلت في سجالات مع أساتذة وزملاء أعزاء، ويعني خضنا فيها الكثير، وللأسف يعني جنحنا وأيضا هم جنحوا، ولذلك يعني
دائما معارك البدايات يعني ممكن نسميها المراهقة الصحفية اللي تبدأ بها أنت. ودي فعلا أنا أعترف أن يعني فيها كان كثير من التجاوزات، لكنها هي تجربة استفدنا منها. وكل ما الإنسان يتقدم ينضج ومسيرته بتكون يعني بتتصلح. تمام نعم. طيب ادينا سؤال ثاني. شكرا. انتقلت من صحيفة السوداني للانتباه في صفقة مليارية كما يتردد، لكنك فشلت في إثبات قلمك هناك، فعدت من جديد لصحيفتك القديمة وأنت تجرجر أزيال الخيبة. انتقلت فعلا بعرض كان أفضل، يعني ما مليارية لكن كان العرض أفضل. ولكن بعد دائما أي عقد مع الصحيفة يعني أنت بثلاثة شهور ثم تواصل، يا الصحيفة تستغنى عنك أو أنت تعتذر عن المواصلة وترجع. أنا في الشهر الأول لقيت نفسي في مناخ يعني غير المناخ اللي أنا كنت عايشه في السودان وغير المناخ اللي كنت دايره يعني. وكلمتهم يعني أنا اعتذرت قبل ما أكمل الثلاثة أشهر، اعتذرت لهم وقلت لهم والله يا أخي أنا أنتم ما قصرتوا معي، لكن أنا خايف أنا أقصر معاكم لأنه ده ما مناخي. وانسحبت. لما انسحبت رجعت لصحيفتي اللي هي نحن أسسناها السوداني، رجعت ب يعني نفس العرض اللي أنا كنت فيه قبل ما أمشي. يعني مثلا ما مسألت قروش، مثلا مسألت أن أنا ألقى نفسي وين. طيب الكلام اللي بتقال عن أنه مالك الصحيفة السيد جمال الوالي هو خاض معك مفاوضات سرية يعني، وده السبب الرئيس كان رجعك للسودان. أنا لما انتقلت جمال ما كان راضي فعلا، الأخ جمال تكلم معي كثير وكذا. أنا قلت له والله أنا ماشي هناك كتجربة جديدة وماشي نأسس أصلا دي كانت ده السبب الأساسي، أنه أنا ماشي نأسس لصحيفة جديدة، صحيفة خدمات واسمها مواطن. قلنا لي يا أخي، أنا قلت له أنا ماشي هناك عشان أخوض تجربة جديدة، تجربة أنا مؤسسة. ولما مشيت هناك لقيت المناخ ما يعني ما بيتناسب معي. أنا اعتذرت حتى عن إصدار الصحيفة ورجعت للسودان. وفعلا أستاذ جمال ما كان راضي بانتقالي وتناقشنا كده، لكن في النهاية اقتنع. عشان كده لما رجعت كان سعيد يعني. تمام. عندنا سؤال ثاني. الطاهر ساتي التلميذ العاق للإعلام حسين خوجلي. لا بالعكس، يعني أستاذنا حسين ربنا يديه الصحة والعافية، يعني اشتغلنا معه كثير في ألوان واكتسبنا منه الكثير، وهم ما اكتسبناه إنه أنك تكون شجاع في كلمتك، يعني سواء أخطأت أو الخطأ والصواب يعني من الله سبحانه وتعالى ومن، لكن في النهاية تكون قدر المسؤولية. دي الحاجة اللي احنا تعلمناها من أستاذنا حسين. لكن في النهاية شعرت إن أنا يمكن مدرسة ألوان يعني كانت بالنسبة لي مرحلة، وألوان صحيفة معروفة بانتماء الفكري والسياسي وكذا، وأنا جيت وصلت مرحلة أو من التفكير إنه أنا يمكن ألوان بالنسبة لي يعني صحيح مدرسة، لكن مع النضج والتجارب أنا ما كنت دارس تحول بأن تكون تبقى لي قيد، ولذلك كان لابد من. أنت بديت أصلاً في ألوان مش ولا قبليها كان عندك محطة؟ لا أنا تدربت في السودان الحديث، والوقت ده كانت الفرص محدودة، كانت في صحيفتين بس، السودان الحديث والإنقاذ الوطني. ومجرد ما تدربت في السودان الحديث كانت الصحيفة الأولى اللي صدرت أو الثانية اللي صدرت بعد أخبار اليوم كانت ألوان. تقول له طوالي يعني ناداني أستاذ حسين و عمل ليل، كان يعني من الأسرار إنه يمكن أول راتب في الصحافة كانت في ألوان، ومنها يعني وصلت. لكن هي تجربة أنا بتفهم إنها تجربة من التجارب
الجميلة في مسيرة أي صحفي مر بها، لأن الألوان بتديك الثقة في النفس. يعني دي أهم ما كانت، دي من أهم الصفات اللي يعني بتميز بها الحسين، إنها بيقول لك يا أخي دي جريدتك. أيوه. يعني وبعدين تتحمل المسؤولية. يعني دي التجربة اللي. لكن وكان لابد من الانتقال، لأنه الإعلامي محتاج لمدارس صحفية عشان يكون يعني أكبر تجربة هو ممكن. يعني بداية المقال كان في، على حسب المعلومات، كان في كنت بتقلد في الكتابة أستاذ إسحاق أحمد فضل الله. أنا في ألوان ما كنت عندي المقال الراتب، كنت محرر أخبار، تحقيقات، حوارات وكذا، والقليل جدا من المقالات يمكن ربما تأثرت في الكتابة في ألوان. يعني كانوا في أساتذة، إسحاق أحمد فضل الله، أستاذ حسن خوجلو، وحتى عثمان مرغني، ويعني كان في مجموعة، وخالد فتح الرحمن، ويعني فطاحلة كانوا يكتبوا. أنت عشان تكتب وسط ديل مسألة صعبة جدا. وكنت بعمل في الأسبوع ممكن مقالة، أو في الأسبوع مثلا مقالين بالطريقة دي. لكن أنا في تقديري يمكن إلى حد ما، يمكن في إسحاق كلمته ومفردته عندها تأثير، يعني لها تأثير حتى على الناس. يعني هو بكتب المقال في شكل رواية وقصص، ربما تكون تأثرت في البداية. يعني تمام، ناخذ سؤال ثاني. أشيل أنا المرة دي؟ اتفضل اتفضل. طيب، كم يبلغ راتبك الآن في صحيفة السوداني؟ والله انا ما خايف من الضرائب، لكن خايف من العين يعني. لكن يعني الحمد لله، هو اهم ما في السوداني يعني ليس راتبها، لكن المناخ. يعني المناخ ده دخل لي. نعم، المناخ دخل لي. المناخ على غير الراتب بتاعك يعني. يعني الحمد لله مستور الحال كويس. طبعا هي مسورة الحال كويس، وهي انت رافض انك تجاوب على ما مشكله. خلينا طيب نحن كده نطلع فاصل، انا استاذنك نطلع فاصل ونرجع ثاني. تمام، طيب الاعزاء المشاهدين، فاصل ونرجع ثاني. رجعنا ثاني لأعزائي المشاهدين، ولازلنا في حضرة أستاذ طاهر ساتي، ومرقنا فاصل أستاذ طاهر، وواقفين في المرتب. يعني تغنينا طيب، انت هو المرتب ما قدرت تقول اللي هي، يعني كان يشوف اسبابك. ما هي ما هو ده سؤال في النهاية، وعندك وسائل مساعدة، لكن انا ما حابك تستخدم وسائل مساعدة في سؤال زي ده. يعني انا بعتقد انه سؤال بسيط يعني والله ما يعني هو ما بسيط، لانه دي من انا ما بفتكر انه ما فيها حاجة، لكن الأسباب كثيرة. هو طبعاً زي ما أنت عارف إنه الصحافة ممكن فيها، أنت بدك تحط الترابيزة فوق الترابيزة؟ لا بلا بالعكس. طيب. وكمان في السيستم الجديد كمان بقى ينزل عديد في الحسابات، يعني في البنوك بقيت الآن ما في حاجة أسرار، لكن يعني الحمد لله كويس. وفي نفس الوقت يعني الواحد مرتاح، سوداني والمناخ الجميل والشباب الحلوين زيك ديل، بس يعني جو جميل. طيب يعني نحن نركز على انه المناخ ده، ما انا ذكرت لك انا لما انتقلت من السودان للانتباه كان يمكن قريب الضعف، العقد كان يعني اقل من الضعف بشويه. لما رجعت، يعني لما اخذت شهر وما لقيت نفسي، لما رجعت يعني كان في انه يعني من في اطار التفاؤل. لا انا رفضت، قلت لهم انا يعني ذاتها ما بتستدعي ان انا افاوض جديد. رفضت يعني بال يعني بنفس العقد. يعني ناس ان هذه القصه انت ما حتورينا مرتب يعني
ممكن وسيلة مساعدة هتستخدمه من بدري كده عشان نطلع من الحتة دي. طيب اديك الكريت ولا اديك الفانوس ولا اديك شنو؟ شنو يعني الفانوس ده بيشيل لنا السؤال؟ شنو الكريت بتدينا احتراف لاول مره لبرنامجنا بيشيل السؤال. الفانوس بيحسب لك السؤال من غير ما تدينا احتراف. ما افتكر انه في حاجه كده يستدعي الاحتراف يعني قدام يعني مره ممكن نايم خلاص الفانوس فانوس اوكي سؤال طاهر ساتي استخدم الفانوس في سؤال المرتب. خليه جنبك خليه معك ايوه وديني سؤال ثاني خلاص نجاوز المرحله اديني سؤال ثاني. طيب انحست بطريقه مريبه جدا لوزير الصحه مأمون حميده عقب اصداره لقرار بتجفيف مستشفى جعفر بن عوف الخاص بالاطفال لماذا؟ طيب هو مش كان مستشفى جعفر بن عوف بالمعنى لا مش تجفيف المستشفى انه نقل الحوادث الى الاطراف حوادث الطوارئ في كل المستشفيات ما فيها جعفر بن عوف. انا مع الخارطه الصحيه اللي معتمده من قبل منظمه الصحه العالميه ودي ممكن حاجه واحده من المشاكل اللي بتواجهنا في الصحافه انه يعني عدم الالمام بالثقافات اللي يعني سواء كانت صحيه أو حتى الاقتصاديه كده يعني من الافضل انه الصحفي يكون ملم ب يعني حتى لو ما كلها بابجدياتها بجديات الحاجه اللي هو بيكتب فيها. طيب النظم الصحيه في العالم كلها بتعتمد على خارطه صحيه اللي هي فيها الخدمات بتبدا من المركز الصحي اللي هي على مستوى القريه او الحي ثم شفخانه اللي هي المستشفى الثانوي ثم مستشفى مرجعي اللي هو الان جعفر بن عوف مستشفى خرطوم مستشفى بحري ومدرمان. ده الهرم الطبيعي او ده الشكل الطبيعي. انا ما بفهم انه مثلا واحده تجي شايله طفلها من جبل اولياء عشان عندها اسهال ولا كده طوال تجي مستشفى الخرطوم والجعفري بن عوف. ده في خلل. يعني لازم يعني اول خدمه صحيه تكون على بعد كيلومترات بسيطه جدا من بيتها اللي هو المركز الصحي، بعد المركز الصحي يحول للمستشفى يحول للمستشفى الثانوي ثم الى المستشفى المرجعي. ولذلك انه بروف مامون لما انطرح فكره نقل الخدمات الصحيه الاوليه الى مواقع الناس كان شيء طبيعي انه انا ادعم الفكره. وما بسميه تجفيف يعني هو ما تجفيف هو نقل الخدمات الطوارئ والحوادث والطوارئ والخدمات الاوليه الى حيث يكون المواطن. يلا المشكله وين الان؟ المشكلة الآن أصبحت إنه هل الخدمات الصحية الأولية اكتملت؟ لا للأسف. ولذلك لسه لحد الآن الناس بيجوا المستشفيات الكبيرة. لذلك إنه الفكرة كويسة يلا بعدها نجي في التنفيذ اللي هو يمكن في أخطاء في التنفيذ أو في طباط أو في يعني بطء في التنفيذ. ولكن لازم تدافع عن فكرة نقل الخدمات إلى حيث يكون المواطن. نعم. طب ادينا سؤال ثاني. ادينا سؤال ثاني. إذا دفاعك كان من من واقع يعني الحرص وليس أبدا الفراغ اللي بدك معك به. انحياز للمواطن يعني أنت المواطن لما يقول لك أنا داير الخدمة الصحية جنبي ما تقدر تقول لا. تمام. بنيت منزلا فخما في الكلاكلة. من أين لك هذا؟ في الكلاكلة. طيب مش في الكلاكلة ولا وين؟ ما يكون كمان في كافور. أنا المفروض أي زول يبني في الكلاكلة المفروض يحفزه في الزمن ده يعني. أنا الحمد لله يعني أنا الكلاكلة أنا لما جيت الخرطوم يعني لقيت الوالد ربنا يديه الصحة والعافية آمين يا رب العالمين بيمتلك في الكلاكلة وما بنيت غير إن أنا يعني عمرت بيت الوالد الحمد لله ونحن انا وشقيقي الاكبر كرار مهندس في هيئه الموارد البحريه واختي الصغيره فاطمه يعني ولحد الان الحمد لله بنعتبر انه ده البيت الكبير اللي انه اي واحد لازم يساهم فيه انه يكون معمر وموجود مستقبل اهلنا من ضمننا. ولذلك بيت الكلاكلة هو في الاصل بيت الوالد يعني ما بيتك ما عندك بيت انت؟ لا الحمد لله حقك عندك عندي
يعني ده بالوالد قام يعني قسم لنا بيوت، يعني اخوي وانا واختي جنب بعض نحن الثلاثه، لانه اصلا كان في ستينات ولا حاجه زي دي كان ابوي ياخذ ال... لكن انت بيت من 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 حر مالك، انت ما اشتريت يعني بيت من حر مالك؟ ما بنيت انا، بنيت لكن ما اشتريت مثلا قطعه الارض وكذا وكذا جاهزه يعني. نعم ده يعني ده اصلا يعني زي ما بقولوا ما بنقول ورثه لان ابوي معانا، لكن عمرنا حق ابونا. تمام ادينا سؤال ثاني. طيب نعم طيب توصف بالانتهازية والأنانية وتعرف دائما بخوض معارك آخرين بالوكالة، يعني بيقولوا طيرسات بخوض معارك آخرين بالوكالة، يعني في معارك كده بخوضها لحساب آخرين يعني. والله الآخرين ذي المنو، ما هو شوف أي معركة هي أصلا أنا ما بسميها معركة، ما هي قضايا بتخص الرأي العام. حتى لما تقول معارك أزهار الناس بتمشي للشخصية أو للشخص، ودي الحمد لله يعني أمان الله، لكن أنا بطرح قضايا عامة عندها علاقة مباشرة بالمواطن بحياة المواطن. يلا بعد ده بيجي رأي آخر، أنا رأيي ما منزل. لما نقول رأي يجي رأي آخر وبنتناقش، ما أنت مؤثر لك أوكي، ما هو يعني أنا طرحت في النهاية رأي كويس، قد يكون في زول بهناك يمكن عنده رأي آخر قد يكون أحسن مني، أو رأيه بيكون أفضل مني، أو عنده معلومات بتكمل لي معلوماتي، أو مثلا رافض الفكرة فكرتي أنا، ودي مسألة الحياة إنه الناس تناقش. لكن ما في حاجة اسمها بالوكالة، يعني أنا ما بحب زي القصة دي، وما في صحفي يعني مش أنا يعني ما في صحفي بخوض معركة بالوكالة، لأنه أي قضية تطرح بتهم المواطن، لذلك انه اي قضيه بتكون المفروض يعني انه نفترض ذلك انه تكون انابه على المواطن او لمصلحه المواطن، وفي ده الناس تختلف تتفق يعني ما في مشكله. ما خطه قبل كده لمسؤول معركته بالوكاله؟ لا ابدا، يعني كمعركته الشخصيه يعني، وفي مسؤول ما افتكر، ما لا 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 مستحيل مستحيل. طيب ادينا اخر سؤال كده، ذكرني لو عندك اي مسؤول في راسك. يعني لا 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 هو مجرد سؤال. اخر سؤال عندنا في القاروره دي، في دي الأسئلة المباشرة يا سمع. طيب خطة تجربة فاشلة جدا في إنتاج الدراما التلفزيونية، واستخدمت اسمك الكبير الصحفي في جلب الإعلانات عنوة لتلك التجربة الفاشلة. أنت عملت تجربة فاشلة درامية، وأنت كنت منتج معك شريك تقريبا، كنا أنا والأخ الصديق العزيز أيمن المبارك. عملت حاجة أيمن طبعا صاحب يعني باع طويل وتجربة سرة في الإنتاج التلفزيوني، وقام استعان به في رمضان الفات في إنتاج سلسلة درامية اللي كانت حلة ناس، وهي كانت من التجارب الناجحة يعني، عندها ولقت قبول، كانت عرضت في النيل الأزرق طوال شهر رمضان. بجد كانت تجارب ناجحة؟ كانت من التجارب الناجحة. انت مقياسك شنو للتجارب أيوة الناجحة؟ مع انه الناس ما لحد هسه تطلع برا يقولون شفتوا حلة ناس، بقول لك حلة طيب ناس دي. طيب انا اديك المقياس شنو؟ ما هو اصلا ما في عمل، كل الناس بتلف وحوله، لكن انا اديك مثلا دليلين انه العمل ده هو شيء اجيز في الـ في الـ في القناة. انت عارف الاعمال بتجاز كيف في قناة بحجم النيل الازرق. طيب والحاجة الثانية انه حتى بعد ما رمضان انتهى، العمل كان في رمضان، بعد ما رمضان انتهى استأذنوا مننا في بس العمل إعادة يعني اديناهم الإذن واشتغلوا فيها فترة طويلة جدا. والحاجة الثانية انه ما ممكن مخرج في قامة محمد نعيم سعد يعني يغامر في إخراج أعمال يعني زي ما انت وصفتها بالفاشلة، يعني كان عمل كان ضاج بال كبار يعني صناع الدراما في السودان، محمد نعيم سعد والشبلي والامير طيب الامير وغيرهم كتار يعني. انت علاقتك شنو بالدراما طاهر سعد؟ طيب كده خليني اجاوب على السؤال ده، لكن خلينا نروح فاصل طيب. ونرجع للسؤال ده تحديدا طيب. انه علاقتك شنو بالدراما والاعلانات اللي جبتها دي استخدمتها في انا بوريك الصحفي. انا بوريك دوري بعدين كان شنو جدا طيب. الاعزاء المشاهدين فاصل ونرجع تاني.
رجعنا ثاني لاعزائي المشاهدين، لازلنا مع الكاتب الصحفي الكبير طاهر ساتي. طيب استاذ طاهر، علاقتك شنو انت بالدراما ده قبل اوكي ما نطلع فاصل اوكي نكمل الكلام؟ هي مش بالدراما المباشر، انا بستهوى يعني الانتاج التلفزيوني. وايمن لما طرح لي الفكره كانت جميله، انه يعني هي بتتناول القضايا الاجتماعيه اللي هنا نحن نكتبها دي ذاتها بطريقه دراميه. يعني معظم الحلقات كانت بتتناول قضايا اجتماعيه وسياسية مغلقة، يعني ظلال السياسة واقتصادية أيضا بالطريقة الدرامية، اللي هي أنا كان دوري فيها المساهمة بالأفكار، يعني ما الجانب المالي والإداري كان مسؤولية شركة المركز السوداني الإفريقي اللي هو جبت إعلانات. لكن أنت أيمن المبارك اللي هو كان المسؤول من الإعلانات والمال. جبت إعلانات؟ الغريبه قالوا الناس ما هو الناس عشان الطاهر ساتي. الناس ما بتقول عشان اسمه الطاهر ساتي، لو ما الطاهر ساتي ما كانت اعلانات ذاته. ما الناس بتقول، لكن ما يعني ايمن علاقاته جميله في الوسط، وبس يعني وده شغله. انا كنت بس يعني علاقتي كانت بالشيء اللي بيقدم عبر الشاشه، يعني مساعدتهم في انه ننتج افكار. طيب الكسب المادي شنو اللي لقيته؟ الكسب المادي اللي لقيته هو طبعا ده كان بالنسبه لنا كان شغل عقد عادي، يعني مقابل في شغل، يعني في طلعت بخميره كويسه كده. هل بنت بيها البيت؟ الحمد لله. كان احنا انتهينا من الازياء دي تحت القاروره دي. هو كويس الحمد لله انا قلت ربطت البيت بيده، يعني برضه كويس. لا كويس، احنا لازم يلا. طيب عندنا نشوف قاروره ثانيه، دي انتهت الازياء دي، افتح لنا قاروره ثانيه من القوارير اللي قدامك دي. ايوه دي مجموعه ثلاثة اسئله. طيب ادينا منها سؤال. دي ازياء مختلفه، ديك الازياء المباشره، دي حنشوفها شنو. تمام. طيب دي أسئلة استخرج الكلمة الشاذة. الشاذة دي ما معناها هي حاجة سيئة، ممكن تستخرج كلمة إيجابا أو سلبا، يعني أيوة بنظرتك. ضياء الدين بلال، عثمان مرغني، إسحاق أحمد فضل الله. يمكن ضياء. ضياء الدين بلال؟ ايوه ضياء. عثمان واسحاق اولاد مدرسه فكريه وسياسيه واحده اللي هي الحركه الاسلاميه. ضياء مستقل، ما عنده علاقه بالحركه الاسلاميه ولا بالمؤتمر الوطني. ظن ضياء الدين بلال هو الكلمه الشاذة. طيب ادينا سؤال ثاني. افتح الدين. ايوه استخرج الكلمة الشاذة. محمد عبد القادر، بكري المدني، حسين ملاسي. حبيبنا حسين ملاسي. بكري ومحمد محترفين للصحافة وعندهم عطاء يومي. أما الأخ حسين فهو رغم أنه عنده السجل الصحفي وصحفي معتمد وعنده كتابات جميله، لكن ايضا لكنه غير متفرغ لهذه المهنه. اذا او عليه يصبح هو حسين ملاس. حسين ملاس. حسين ملاس. طيب دينا سؤال. طيب استخرج الكلمه الشاذه. سعد العمده، جمال الوالي، الطيب مصطفى. والله يا أخي الثلاثة الناشرين و استطيع أن أقول ممكن اشتغلت مع سعد العمدة فترة بسيطة جدا اللي هي كانت فترة الانتباه. أيوة. وتقبل يعني رغم أنه يعني دي فرصة الواحد يديه حقه، انه كان يعني بالنسبه لي كان صديق عزيز واخ عزيز واجتهد انه عشان انه انا اكون هناك وبذل كل ما يمكن ان يبذله، لكن في النهايه تقبل الراي واطلق سراحي. يعني انا اشكره. استاذ جمال من الناس النادرين الواحد يعني
يلقاهم في الوسط من حيث السعه والديمقراطيه والحريه. يعني طوال هذه السنوات يعني نشهد الله لم يتدخل يوم واحد في السياسه التحريريه للصحيفه، والرغم من انه مسبب له الكثير من المتاعب، لكن اطلاقا ما تدخل بحجب راي ولا باضافه راي ولا كده. يعني بيعلق زيه زي اي قارئ بعد ما يقرا المقالات. ونحن عارفين انه كتاباتنا دي بتسبب له مشاكل كثيره جدا، لكن رغم كده ما حاول اصلا انه يعني لا ترهيبا ولا ترغيب انه يتدخل في السياسه التحريريه للصحيفه ولا في مقالاتنا. وعليه يصبح يمكن الكلمه الشاذه هو طيب مصطفى، عشان انا ما اشتغلت معه قبل كده، عشان انت يعني ما اشتغلنا قبل كده يعني. طيب خليني قبل ما امشي للجوله الثالثه في سعد العمده، مغادرتك للانتباه انت قبل قلت انه الاجواء، مغادرتك للانتباه الناس بتقول انه لانك انت انتقدت مالك الصحيفه سعد العمده في صحيفته، انت انتقدت الزول ده في جريدته عشان كده هو تضجر منك وانهى خدماتك يعني. انا انتقدته، لا انا انتقدته في الاسابيع الاولى وما قصدته، هو كان ارتبط باسمه بحدث أيوه. معين اللي هو كان تصدير إناث الانعام، وهو من يعني شغالين في المجال اللي هو في مجال الهجن وكذا، وانا انتقدته في القضيه دي. انا ضد انه نجفف مراعينا من المواعين المنتجة. أنا انتقدته وفي كان نقد حار، لكن يعني للأمانة لم يتضجر ناقشني، ولم أصلا ما أبدأ أي نوع من الزعل والغضب، ناقشني وبعد استمريت. يعني أنا لحد ما أنا غادرت يعني بـ 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 بحريتي يعني براي بمزاجي، يعني زي ما بقول بمزاجي أيوة. أنا ما يعني ما بأمري منه ولا بتوجيه منه، هو بالعكس حتى بعد ما أنا غادرته يعني ظل فترة طويلة إنه يحاول يرجعني يعني أو شنو يوفر لي الحاجات يعني المشاكل اللي أنا زي ما قلت لك المناخ ما كان ملائم ده. حاول إنه وأنا في النهاية قلت له يا أخي أنا أفضل إنه أكون في صحيفتي، لكن سعد إطلاقا لم يبدي أي نوع من الغضب أو الاستياء. تمام نمشي القارورة الثالثة جدا. طيب انا مركز على الحلاوه دي، لكن انت لسه ما وصلتني المرحله دي. لا ممكن تشيل كلها، لا ما بعد ما لا على حسب السؤال. لا ما بدي امشي وعي البيت، بشيل وعي البيت اهي عشان البيجي بعدين ما يلقى حاجه هنا. دي اسئله اجب بلا او نعم، اجب بلا او نعم. انت مستشار سري لرئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال؟ لا كده كفاية ولا ضيف؟ لا ضيف يعني طيب. ريت لو ضيفت حبة كده علاقة الغادة بالهلال شنو؟ نعم يعني أنت بقول مستشار هو الآن؟ لا ما مستشار، أنا عضو في نادي الهلال. يعني عندي البطاقة واشتراك يعني ما زيكم مشجعين، أنتم مشجعين للمريخ، أنا عضو. طيب وفي العضوية محسوب على تيار صلاح إدريس، وفعلا انا موجب يعني كان في صالح كان مهتم بالفريق وكده، يعني كنت معارض ولا للبرير ثم للكاردينال، لكن الكاردينال للحقيقه يعني انه انجز يعني البنيه التحتيه اللي عملها الكاردينال في الهلال ما حصل يمكن في تاريخ الهلال ولا في تاريخ الرياضه في السودان، يعني الجوهره والمنشآت الاخرى، ثم ربط الهلال بمنشآت يعني ما عندها علاقة بالرياضة اللي هي جانب الإنساني، المستشفيات وغيره، مراكز في الولايات وكذا. وفي أمام جهدي زي ده يعني يكون من يعني عيب إنه نحن لو ما قلنا له أحسنت. ولذلك كان رغم الخلاف ورغم يعني إن أنا محسوب على تيار ثاني، كان لابد إنه ندعم الكاردينال فيه، ونقول له يا اخي شكرا. يعني ابسط حاجه انك تقول لزول يعني حاجات في النهايه جوهره دي ما حيشيلها معاه لما يغادر الهلال، هيخليها هذه حتظل لجماهير الهلال ولاجيال اجيال. ولذلك كان من باب الرجوله والاخلاق كان لازم نقول له شكرا
ولذلك انه دعمته يعني. طيب نعم. لكن بتدعم برضو حتى الاخطاء بتوريها له ولا انت بتدعم بس؟ والله انتقدته برضو ايضا. وكذلك انا ما شايف انه في مشكله انه يكون الصحفي يكون مستشار لاي جهه او لاي شخصيه طالما انت بتديه الراي الصحيح. أيوة ما في مشكله، لكن في الحقيقه انا ما يعني ما مستشاره. طيب الهلاليه بتحتاج دي ما عملت لك مشاكل مع قراءة المريخاب؟ ما عندها قراء المريخاب برضو يعني؟ والله قراء المريخاب كمان هو بالعكس من سنة الحياه انه تكون الناس مختلفه يعني التنوع، يعني زي ما دائما قاعد اقول انه الحديقه دي الحديقه كل ما تكون ازهارها متنوعه بتكون جميله يعني. طيب. لاحظ تخيل انك حديقه زارعه كلها ياسمين بتكون عندها طيب منظرها بيكون بايخ، لكن لما تلقى مجموعه كبيره من الازهار ده بديك الجمال الحقيقي. وانه السودان ده كمان فيه الهلال والمريخ والوردي والدلبين محمود يعني التنوع الثقافي والرياضي والسياسي والفكري ده السودان دارينه نحن بس كيف. لا سيد والله الموضوع مقال جميل خلاص. اجب بلا او نعم، لو تم منحك فرصه لمسح باقه ذكريات قديمه من عقول الناس تختص بك انت، ستمسح فورا باقة ذكرياتك عندما كنت ضمن كتائب الدفاع الشعبي؟ لا لا، في صح تجربة يمكن يعني لو رجع بال أيام لورا وأنا بهذا النضج يمكن أو الوعي أو التجارب اللي كسبتها قد لا أعيد هذه التجربة، ولكن لا أمسح أي فقرة من كتاب حياتي أبدا، لأنه الإنسان مجموعة تجارب. أصلا الإنسان ما خد تجارب في الحياة ما تكون عنده قيمة، ولا تكون ولا تكون إضافة للحاضر، ولا تكون عنده قيمة للمستقبل. فترة الدفاع الشعبي إحنا كنا حديثين أحدي بالحياة الطلابية، وفي الزمن ذاك الطالب كان لازم يعني في الحماس تحت المراهقة والسنوات يأتي، وفي نفس الوقت في عزة السودان كان بدت. ولذلك إنه يعني الفترة دي أضافت لي الكثير، إنه على الأقل يعني تربيت على إنه الواحد يعتمد على نفسه وإنه يزيل الخوف من نفسه، وإنك يعني والحياة كانت حياة قاسية، حياة بتاعت الـ يعني من الحياة اللي أنا بتذكرها وأنا في ثانية ثانوي، يعني 30 يونس 89 إحنا كنا في ثانية ثانوي. أنا في ثانية ثانوي مشيت عشان أمشي الجنوب، رجعوني هذا صغير. بعد ثالثة ثانوي حماس كده ده تمشي أيوة الجنوب. أيوه وأنا يعني شوف العمر. وبعد ثالثة ثاني يعني برضو المرة الثالثة أنا كان مشيت، حتى لو مشيت كانوا بينظروا لي نظرة كده بتاعت يعني شفقة كده، لأنه كنا دوب. لكن من التجارب اللي أنا بعتز بها، من التجارب اللي أنا بعتز بها لأنها ورتني يعني ما أنت لو ما التجارب دي يا إما تخوضة بنفسك يا تشوف يعني يقول لك يعني ما يعني لو ما عملت لو ما عندك تجارب في حياتك حياتك دي ناقصة. ما حاسس انه اعدائك بيجوا يستغلوا الباقه بتاعت الذكريات دي في لما تيجي تكتب يقول لك يا اخي انت بتكتب لنا عن الفساد وبتكتب عن الناس، انت ما كنت ذاتك في الدفاع الشعبي وزول دباب وكده تكتب لنا كده يعني؟ ما حاسس انه الحاجه دي مزعجه كده شويه؟ وهل هو الدفاع الشعبي تهمه؟ ما هو يعني انت منضوي تحت لواء الحكومه يعني بشكل عام. مشكله ما هي انا قلت لك في المرحله ديك او في المرحله ديك منو ما كان منو ما خاض تجربه عزه السودان او منو ما دخل تجربه الدفاع الشعبي. طيب حتى الناس اللي ما دخلوا يعني ما كان عندهم مواقف عدائيه تجاه انه ذات زي ما بقول الحكومه ذاتها كانت في طهرها ونقائها في المرحله دي. و يعني كان او كنت يعني كنت محتاج للتجربه دي يعني انا وغير يعني دي كان من التجارب الواحد كان يعني استغلتنا ورتنا ذاتها انه لكن فيما بعد لو انتكس المنتكسين يعني ده ما معناته انك تنسى تاريخك او تمسح تاريخك او تفسق على تاريخك، لا. طيب انا اعتز بتلك التجربه. طيب
نحن هنطلع فاصل ونرجع تاني. تمام جدا. فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع تاني. رجعنا تاني الأعزاء المشاهدين في القسم الأخير من برنامجنا، ولازال معنا الأستاذ الكبير طاهر ساتي. مرحب بك تاني أستاذ طاهر. مرحب بك، مرحب بالمشاهدين. الله يديك العافية. باقي لك ورقة واحدة في القارورة الأخيرة، دينا لها شوف ايش. طيب طب. بسم الله. أجب بلا أو نعم. الدكتاتورية والتسلط أسهما في فشل صحيفة الحقيقة التي كنت تراهن عليها. الدكتاتورية بتاعتك والتسلط بتاعك وسياسة الرجل الواحد خلت الجريدة دي يعني الحقيقة دي بعد ما ظهرت والناس استبشرت بها ماتت في ظروف غامضة. يعني كلمني عن التجربة بتاعت الحقيقة دي. والله نعم انه الدكتاتورية والتسلط، لكن ما دكتاتورية التسلط، يعني دكتاتورية وتسلط النظام او الجهة المناط بها تنظيم مهنة الصحافة واللي هو مجلس الصحافة. تجربة الحقيقة من التجارب اللي انا يعني سعيد وحزين بها، سعيد بانها كانت تجربة ناضجة وفي فترة وجيزة قدرت تأثر تأثير كبير جدا ولقت مساحة في المكتبة في المكتبات السودانية، رغم ان المكتبات كانت مليانة بصحف كثيرة، لكن الحقيقة جات في اخرها والطوالي دخلت في مواقع مشت لمواقع الصدارة من حيث التأثير ومن حيث التوزيع الكم والكيف. أنا لما جيت أسست الصحيفة عشان أوريك إنه النهج اللي أنا اتبعته في التأسيس اخترت رؤساء الأقسام فقط، وقلت وكلفت أي رئيس قسم يجيب المحررين اللي حيشتغلوا معه. يعني شوف دي طريقة ما موجودة الآن في الصحافة، عشان قلت وكلمته انه اي زول بيكون مسؤول مسؤوليه مباشره من ناس وتحمل مسؤوليه الزول اللي انت قاعد تجيبه ده خمسه، يعني كل قسم يجيب خمسه محررين. ايوه انا ما بعرفهم. بعد ده هم براهم مش جابوا المحررين. قلت لهم خلاص الصحيفه دي صحيح انا على راسها، لكن كل يوم واحد فيهم حيكون رئيس تحريره. رئيس التحرير بيبدا يومه بالاجتماعات والتوزيع التكاليف ومراجعة التأنية ومتابعة تنفيذ التكاليف ولحد ما المواد تجي الصحيفة يراجعها يصححها بعدين شي بيت. قلت له يوميا واحد فيكم حيكون رئيس التحرير، عشان انا ما تجربة فريدة طبعا، انا ما كنت بتدخل الا في حالات يعني عندها علاقة بالقبائل يعني في حاجات بتأثر في النسيج الاجتماعي وفي الأمن الاقتصادي في الأمن الاجتماعي كده، لكن في السياسيا وفي كانوا ماخذين راحتهم تماما. وكان فيها كل ألوان الطيف السياسي من الإعلاميين حتى من الكتاب، يعني أنا أذكر يعني من رحمة الله عليه ومكة علي بلاين ومحمد طه القدال هاشم صديق، يعني مجموعة ناس زيدين من الصعب إنك يعني تمارس عليهم صح. الدكتاتورية ولا الشمولية. لكن الصحيفة يعني وقفوها يعني وقفوها، وقصة معروفة ما دار أخوض فيها. فتحت ملفات فساد في واحدة من الحيادة الحكومية، وكانت بداية المشاكل وثم الإيقاف، يعني وقف بقرار من مجلس الصحافة. طيب الفساد دي هلين النقطة دي، عشان أنا عندي سؤال كده خارج يعني سؤال هو يناسب الفساد دي. أنت اعتذرت عن العمل في لجنة مكافحة الفساد تقريبا، لجنة تم تكوينها وتم اختيارك أنت عضو يعني فيها برضو، لكن اعتذرتها. اعتذارك كان يعني خلق استفهامات كبيرة جدا جدا عند الناس. ليه؟ انت بتكشف في الفساد وبتكتب عن الفساد، ليه اعتذرتك؟ والله لانه اللجنه شكلها جهه حكوميه ومن الصعب انه يعني ما بلقى يعني الصحفي يشتغل لجان الحكومه دي ما محبزه يعني مهما كان. ثم ثانيه الحاجه الثانيه انه حتى انا لو قلت رايي في اللجنه او في اي قضيه جوا
هم نحن سبعه، كانوا سبعه وثمانيه لو بقيت براي وهم اتفقوا انا مرغم انه اوافق على ايوه دي كده بكون انا يعني صح. اشتغلت حاجه ما عندها ما يعني بتتعارض مع قناعاتي. ثم ثانيا حتى القضيه اللي بنناقشها انا كصحفي ما بقدر اكتب عنها برا برضو دي كانت من الاسباب. هي كانت لجنه تحقيق لعقودات عندها علاقه بوزاره الصحه ولايه الخرطوم، وذلك اعتذرت يعني اعتذرت عن اللجنه دي. تمام. طيب نحن الاسئله بتاعتنا في الجواري انتهت، باقي لنا اخر حاجه في الصندوق ده النرد او الظهر ده، ده حنلعبها على ظهر الصندوق، اسئله موجوده هنا. لكن اذا انت محتاج لاي حاجه من الصندوق ده عايز تشيل اشيلها، لانه لما نكتبه تاني ما حنفتح. لا اديك العافيه. ما هو داري بنادول مناديل اي حاجه. انت بخيرك. ارفع علينا ارفع ليش بس ايوه. يلا بسم الله. يلا. طيب. بسم الله. بسم الله. نبدا. ستة. ستة. لديك طقوس غريبة جدا في الكتابة. أشبه بالمخاط. يعني عندك طقوس غريبة جدا بيقولوا في الكتابة، بتمسك حاجات، بتكون قاعد ماسك راسك، بعض المرات بتكون ماسك كده، ممكن زوري ماشي يتكلم معك ما تسلم ما ترد، الحاجة دي صحيح هاي صحيح الطقوس العجيبة دي صحيح. ما هي 450 كلمة أو 500 كلمة بتطلع للناس دي مسألة صعبة. يعني بيقول لك إنه يوم القيامة الناس بيتحاسبوا بحصاد ألسنتهم صح. إلا الصحفيين بحصاد ألسنتهم وحصاد أغلامهم. دي واحدة من الحاجات اللي دائما تقوم بيعمل لها هاجس. والحاجة الثانية إنه أنت بتخاطب الملايين يعني أفكارهم مختلفة آرائهم مختلفة لازم تطلع لهم بشكل إنه صحيح مستحيل إنك تنال رضا الجميع، لكن على الأقل يعني تكون تنال رضا مجموعات كبيرة أو قطاع كبير منهم. قبل الناس دي. طيب وبعد ده رجيك إنه حتى الكلمة اللي إحنا بنكتبها دي هتتأرشف صح. لأجيال أجيال. يعني أنا يعني ما داير أولادي يجوا يقول يا أخي يعني أبوي كتب كده كان كده، يعني دايرهم يفتخروا به بارشيفي، كذلك ابنائي يعني او تلاميذي في الصحاف، ما داير اخلي حاجه كده نقطه سوداء وراي. دي انت لما تصطحبها في اي مقال تكتبه بتتوتر. طيب من طقوسي انا انه لما لحظه الكتابه دي ما داير يزول جنبي لكن مرات انت عارف السودانيين كده يلا هنا بتقوم بتعامل معاهم بنوع من البرود أيوة يمكن أيوة. بيزعل فيه بيتفهم لكن نسأل الله إنه في النهاية اجتهادات يعني قد نخطئ ونصيب، لكن نسأل الله إنه نكون غاياتنا يعني نبيلة ونؤجر عليها إن شاء الله. آمين. ألعب تاني شوف السؤال هيجيك شنو. واحد من ستة لي واحد أيوة. واحد أنت نساي جدا، حتى أنك ذات مرة نسيت والدتك في عيادة الطبيب. دي من الوالد الطريف. أنا عندي مشكلة في الذاكرة. طيب كان الموقف إنه كان ودع الطبيب صديقي عيون وارجع المكتب وارجع طوال، لكن لو مشيت هناك لقيت العيادة مزدحمة وفي نفس الوقت كنت خاش في كان برنامج مهم شديد. دخلت على الطبيب الصديق قلت له يجي، قلت له لا خليها تجي بيتورا. قعدتها ودخلت على الطبيب قلت له يا اخي خلاص الوالده حتجيك في مسافه ما هي تجيك، انا اكون المكتب جنب العياده ما بعيد. انا بصل المكتب عندي مواعيد اقابل واجي راجع ومشيت للمكتب. المكتب طافونا. خشيت في جوه المكتب اتفاجأت بالمكالمة. يا اخي ما تجي تسوق والدتي خليني اقفل عيادتي. قال لي يا اخي تعال سوق الحاجة دي خليني اقفل عيادتي. قمت يعني هو مشيت له ومرة صح يعني الشغل طبيعة المهنة وانت ادرى يعني صح طبعا بتخليك تنسى بتخليك تتوتر بتخليك تقلق. تمام نلعب تاني.
ستة تاني رجعنا تاني لسه. يلعب تاني اثنين. تركت تدخين السجاير بأمر الأطباء وليس بمزاجك؟ لا بمزاجي. تقول طبعا بتشرب سجاير بكميات مهولة طبعا بضربك المثل بدخن. وصلت مرحلة علبتين وخشيت في الثالث كان هنو قام يوم كده شعرت بالتهابات كده كانت حادة. مشيت للطبيب ولما أنا مشيت كان في سجاير ولا كلها في جيبي. قال لي قلل السجاير وقلت له يا أخي إن شاء الله بحاول بخليها. قال لي يا أخي ما بتقدر تخليها. قال لي أنت يومي بتكتب لينا يا أخي الإرادة والشنو وأنت ما عندك الإرادة دي. كلام كان مستفيد شوية. قلت له خلاص يا دكتور إن شاء الله مقابلتي بتين. قال لي بعد شهر أنا لما نجيك بعد شهر بكون خليت. قال لي كده أنا أشوف. سبحان الله أنا طلعت من عيادته ثاني ما ولعت سجاير. أنا لما رجعت بعد شهر قلت له دكتور يا هذه العلبة فيها سبع حبات. أنا لما جيتك كانت فيها سبع حبات. هذه السبع حبات ما صبت. زي ما قلت إنه الإرادة مهمة طبعا. الإرادة والإرادة مع الإرادة برضو أنت محتاج لشوية استفزاز يعني محتاج لزول يستفزك كده عشان نلعب ثاني. طيب أربعة. مقال تدعو الله أن يسامحك على كتابته. يس. في مرة برضو هو زي ما ذكرت لك في البداية في البدايات كنت تساجلت مع الأخ العزيز أستاذي يعني عادل الباز. عادل الباز عنده فضل كبير علي. أنا لما اكتفيت من تجربة ألوان هو اتصل بي وجابني في مدرسة الصحافة. والوقت ذاك الصحافة كانت الشراكة الذكية يعني كانت فيها التنوع اللي أنا تكلمت عنه حاج وراق ومع العباس ورحمة الله عليه وأخونا سعد الدين إبراهيم ويعني زهير السراج وعثمان مرغ مجموعات كبيرة ومختلفة. عادل قال لي يا أخي تعال الصحافة دي واشتغل معاي. ودي كان بداية يعني تحول كبير جدا في مسيرة الصحفية. عشان كده أنا أحمل الأخ الأستاذ عادل الباز الكثير من الود والاحترام والتقدير ويعني وعنده يعني عنده جميل كبير علي يعني. أسأل الله أنه يكون يعني ربنا يوفقه في حياته ويقدم للأجيال أكثر. أنا عادل ده في ألوان تساجلنا أنا وهو. هو كان بكتب في الوقت ذاك في جريدته الصحافي تقريبا الدولي. وأنا كنت في الألوان سجلنا في قضية عندها علاقة ببيت الفنون واحتديت في السجال يعني من المقالات اللي أنا يعني بجد نادم عليها وتمنيت إني ما أكتبها واعتذرت عنها أكثر من مرة لكن ندمت ولا زلت نادم عليها رغم إنه الزمن اتجاوز وعادل اتجاوز لكن دي من الحاجات النادم فيها شديد يعني. طيب انا عندي اخر سؤال ما حنلعب لانه باقي لنا سؤال واحد جدا. كاتب تضع له 1000 حساب. 1000 حساب كيف؟ تضع له 1000 حساب لاي حاجه يكتبها بتكون مركز شديد معاه بتحرص عليه انك ما تخش معاه حتى في جدل او سجال او لا 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 دي ما في يعني انه خوف كده من نقاش ما طالما النقاش في العمل العام في القضايا العامه. طيب كاتب تقرا لهم خلينا نغير السؤال. نعم ممكن عندي قراء كثيرين يعني انا لازم اقرا لهم لو ما قريتهم بحس بانه في حاجه ناقصه لي يعني زي يعني عندي الظافر للباقي الظافر أسأل الله أن ربنا يشفي أسره أيوه مغاله. أيوه صلاح عوضة كاتب جميل فيصل محمد صالح أستاذنا رجل جميل أستاذنا محجوب محمد صالح يعني عنده الفكرة وعنده المفردة وكذلك اسمه مرغني ذي الشجاع تختلف تتفق معاه يعني ما بيقدر يتكلم عن شجاعته وأخونا مزمل أبو القاسم ما شاء الله يعني حتى انتقاء يعني خوضه للمجال السياسي والخدمي تفوق فيه بنفس القدر التفوق في المجال الرياضي
يعني كتار. كتار حقيقة. طيب كاتب تنصحه بالاعتزال، بل شنو؟ بالاعتزال، اعتزال الكتابة الصحفية، بتنصحه بأنه يعتزل الكتابة الصحفية؟ في الحالة ده أنا الدائرة اللي اسمه شنو ده؟ ما في حاجة ثانية، ما في فانوس، ما في الصندوق. الحياة اللي بتوقف آه لا لا ما في. قبلنا الصندوق قبل قلت لك شيء لك حاجة قلت ما داير. أي كاتب عنده 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 ناس ومعنى البي يعني ما معنى البحج براي يقول له لا ما تكتب، خلوه يكتب في نهاية القراء يقيموا يعني جدا. نحن وصلنا لختام حلقتنا أستاذنا طاهر ساتي، أكون ضيف عزيز جدا علينا، ربنا يديك الصحة والعافية ومزيد من الإبداع ومزيد من الـ 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 التوفيق يعني في مسيرتك رب العالمين. وأنت أستاذ ربيت أجيال وقدمت الكثير، شاكرين لك كثير لحضورك. كتر خيرك، وأنا سعيد بالاستضافة الجميلة والشيقة والشائكة في نفس الوقت. وكرسي رغم انه كرسي صعب لكن في نفس الوقت الواحد بيستمتع بطرحك وبشجاعتك وبأسئلتك القوية والشجاعة وببرنامجك الخفيف. ونحيي كل التيم العامل معك، وان شاء الله ربنا يسعدكم واتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا استاذنا طاهر ساتي، شكرا لكم الاعزاء المشاهدين، كانت حلقتنا الليلة من الصندوق، نلتقي في حلقة جديدة، كونوا في امان الله.